عندكم 36 دقيقة السيد الوزير المجدد بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس سيدات السادة المستشار المحترمون أولا يسعدني أن أقف أمام مجلسكم المقار قصد التفاعل مع مختلف التساؤلات المرتبطة بوضعية المالية العمومية ببلادنا محاولا في إطار هذا الجواب تفاعل مع كل الأسئلة المطروحة من طرف السيدات والسادة المستشارين والتي تثبت مرة أخرى على حرصكم على وضعية المالية العمومية لبلادنا وعن مدى الوعي المشترك بصعوبة السياق الحالي الذي تمر منه مختلف دول العالم بمختلف التحديات التي صارت مفروضه علينا سواء على الصعيد الدولي او الوطني وكما نعي ذلك جيدا فان العالم اليوم يواجه سياقا مضطربا مطبوعا بطبيعه الحال بتوالي الازمات مع الاسف الشديد والتي اثرت بشكل سلبي ومباشر على سلاسل الانتاج والامدادات العالميه في مختلف الانشطه الانتاجيه مؤديه بذلك الى ارتفاع اسعار المواد الاوليه والطاقيه على الصعيد الدولي كما القت بظلالها وباثارها على النشاط الاقتصادي وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف الشرائح وهو ما شكل ضغطا كبيرا على المالية العمومية من خلال اتخاذ التدابير المختلفة على مختلف الأصعدة للحد من هذه التداعيات لأنني أسطر بشكل واضح على الحد من هذه التداعيات على عكس انتظارات تعتقد بأنه يمكن تجاوز التداعيات بشكل كلي وكبير. ومما شك فيه ايضا اننا نعي اليوم بشكل مشترك بان التراكمات التي حققتها بلادنا بفضل الاصلاحات الاستباقيه التي اطلقها صاحب الجلاله نصره الله والقرارات الحكيمه والاستباقيه التي يتخذها دائما هي التي جعلت بلادنا تتجاوز مختلف العقبات والازمات لتخرج منها اكثر قوه وصلابه واشد اصرارا على اطلاق جيل جديد من الاصلاحات في اطار نموذج تنموي جديد يضع المواطن في صلب العمليه التنمويه اصلاحات تهدف الى بناء اسس الدوله الاجتماعيه وتوفير كل الشروط والتحفيزات الضروريه لانبتاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصه ذات القيمه المضافه العاليه والتي تضمن خلق فرص الشغل وتحقيق تنميه مستدامه تضمن التوازن والعدالة المجالية والاجتماعية أيها السيدات والسادة إن مباشرة هذا الجيل من الإصلاحات الضرورية الطموحة والمكلفة في نفس الوقت لم يكن ممكنا إن لم تنجح بلادنا في استعادة التوازن لماليتنا العمومية بعد أزمة كوفيد 19 والتي تجاوز انذاك عجز الميزانيه معدل 7% من الناتج الداخلي الخام وبالضبط سنه 2020 وفاق حجم دين الخزينه العموميه 72% من الناتج الداخلي الخام اذا وضعنا الاقتصادي والمالي في سنه 2020 في نهايه سنه 2020 تميزا بعجز تجاوز 7% وبمديونيه تجاوزت 72%. وبالرغم من توالي هذه الازمات، استطاعت الحكومه التوفيق في نفس الوقت بين مواجهه الضغوطات التضخميه والوفاء بالتزاماتها من خلال تنزيل الاوراش الاصلاحيه التي انخرطت فيها بلادنا تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله نصره الله، الى جانب استعاده الهوامش الماليه وضمان استدامه توازنها. وقد تجسد ذلك من خلال تقليص عجز الميزانيه من 7.1 سنه 20 الى 5.9 خلال سنه 21 و5.1 خلال سنه 22 معناه ان عجز الميزانيه وفي سنتين متواليتين تقلص باكثر من زوج فاصل ستة في المئة وبالمناسبة لما نتحدث على واحد في المئة من الناتج الداخلي الخام نتحدث عن أكثر من 11 مليار درهم وذلك رغم التحملات الإضافية للميزانية العمومية والتي فاقت 40 مليار درهم سنة 2022 نعم اتخذت الحكومة سنة 2022 إجراءات عملية. قد نختلف في تقييم أثرها، ولكنها إجراءات لن نختلف في قيمتها، لأنها كلفت الدولة والميزانية العمومية 40 مليار درهم، موزعة بالخصوص 26 مليار درهم من أجل تغطية نفقات وتحملات المقاصة. التي ارتفعت لتبلغ 42 مليار درهم سنه 22 في الوقت اللي كانت الاعتمادات المخصصه والتي بنيت سنة انذاك على يعني ارقام واقعيه وحقيقيه الا ان الظرفيه جعلت او حتمت اضافه 26 مليار باش غاز البوطان يبقى في 3.33 ويبقى السكر في الثمن المعهود بجميع اصنافه وثمن الدقيق غاز البوطان لوحده كلف اكثر من 11 مليار درهم اسعار قمح لين عند الاستيراد وتعرفون استعمال هذا المنتوج لدى مختلف الاسر المغربيه بمختلف شرائحها كلف اكثر من 9.3 مليار تاع الدرهم السكر 1.2 مليار درهم دعم مهني قطاع النقل لنحافظ على اثمنه النقل بمختلف في اصنافها في المستويات متاحه كلفت 4.5 مليار نتاع الدرهم وكان هناك دعم مباشر لبعض المؤسسات العموميه والمقاولات فاقت 7 نتاع المليار نتاع الدرهم منها 5 دل مليار الدرهم موجهه الى المكتب الوطني للكهرباء والماء وقد نختلف في هذا الإجراء ولكن الهدف المتوخى منه كان هو الحفاظ على التسعيرة نتاع الكهرباء وأنا غادي نرجع له في الإجراء لأن هذا الإجراء أيضا خديناه في هذه السنة قبل أيام بأربعة نتاع المليار تاع الدرهم خصصت زوج المليار تاع الدرهم سنة 2022 لمعالجة الإشكالية المستدامة والمرتبطه باستدامه الماليه المرتبطه او الخاصه بالصندوق المغربي التقاعد زوج المليار تاع الدرهم همت 85 الف موظف بقطاع التربيه الوطنيه وترقيتها والتي كان قد تم تجميدها سنه 2022 زوج المليار درهم خصصت لدعم قطاع السياحه للتعافي ولو نسبيا من اثار جائحه كوفيد وهذا الاجراء هو الذي مكن هذا القطاع من انتعاشه فعليه حقيقيه اليوم نرى اثارها على الاقتصاد الوطني ونتيجه لكل هذه المجهودات التي ذكرت فقد تم تقليص حجم المديونيه من 72.2 الى 69.8 سنه 22 وأعتقد بأن هذا التدبير المحكم لماليتنا العمومية في ظل أزمات متوالية أنهكت اقتصادات كبرى أخرى، يجب كما قلت دائما أن يدفعنا اليوم إلى الافتخار بما حققته بلادنا، بمختلف تموقعاتها سواء كانت برلماناً أو حكومة أغلبية أو معارضة فرقاء اجتماعيين وكل هذا بإرادة وتوقعات متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وما جسد هذه الإنجازات التي يجب أن تكون مبعث فخر اليوم لنا جميعاً هو إشادة مختلف المؤسسات الدولية ولعل ابرزها تاكيد مؤسسات التنقيط الدوليه سواء ستاندر اند بورس او لافيتش على الافاق المستقره لماليتنا العموميه واقتصادنا بشكل عام خروج بلادنا خلال شهر فبراير 2023 من اللائحه الرماديه لمجموعه العمل المالي غافي الاعلان يوم 17 ماي 23 عن حذف المغرب رسميا من القائمه الرماديه للاتحاد الاوروبي الخروج الناجح لبلادنا للسوق المالي الدولي من خلال تعبئه 2.5 مليار دولار في الوقت الذي فاقت فيه عروض المستثمرين اكثر من 11 مليار دولار وهذا يبين ثقه هؤلاء المستثمرين في اقتصادنا وفي صلابه ماليتنا العموميه. ثم موافقه صندوق النقد الدولي على منح الخط الائتماني المرن لفسائل. لفائدة المغرب بمغرب بمبلغ يعادل خمسة مليار دولار لمدة سنتين وذلك بالنظر كما قلت إلى قوة الإطار السياسة الاقتصادية للمغرب والأسس الصلبة التي تستند إليها أيها السيدات والسادة المستشارين هذه الثقة الدولية في صلابة ماليتنا العمومية ينبغي اليوم تثبيتها وترصيدها من خلال مواصلة مجهود استعادة الهوامش المالية والميزانياتية بالتوازي مع اتخاذ التدابير الضرفية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات ومن هذا المنطلق ورغم أن سنة 2022 كانت استثنائي على مستوى الموارد الجبائيه فقد توقعنا لهذه الموارد برسم سنه 23 اضافه 4% اضافيه اخذا بعين الاعتبار معدل النمو المتوقع واليوم وبعد مرور اربعه اشهر من تنزيل قانون مالي المرتبط بسنه 2023 تؤكد التوقعات التي صادقنا ووافقنا وناقشناها جميعا ان الموارد الضريبيه ارتفعت ب 3.1 مليار درهم اي ما يناهز 4% باستثناء لكي ندخل شيئا ما في تفاصيل هذه الارتفاعات باستثناء موارد الضريبه على الشركات التي كانت استثنائيه سنه 22 حين ارتفعت ب 10.5 مليار مقارنه مع 2021 والتي لم تتراجع خلال هذه السنة إلا ب 620 مليون درهم نتيجة انخفاض عمليات التسوية وارتفاع الإرجاعات بلغت نسبة تحصيلها 37.4% مقارنة بالتوقعات باستثناء ضريبة على الدخل سجلت باقي الموارد الضريبية كلها وبدون استثناء تحسنا ملموسا ضرب على الدخل

هذا في الوقت الذي تراجعت فيه تحملات المقاصة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ونهاية أبريل 23 مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2022 بفضل التراجع المسجل في مختلف أسعار المواد الأولية لا سيما غاز البوتان والقمح لي. وهكذا فإن أسعار غاز البوتان تراجعت بنسبة 34% لتنخفض إلى 418 دولار للطن أي بمعدل من فاتح يناير حتى نهاية أبريل اللي هو 615 دولار طن وأسعار القمح اللين انخفضت ب 17% اللي تنخفض إلى 266 دولار للطن ومن المتوقع ولله الحمد أن يتواصل هذا التراجع وهو ما سيتيح هوامش مالية مهمة على مستوى نفقات المقاصة خاصة كما قلت دعم غاز البوتان وتحمل نفقات إضافية مرتبطة باستيراد القمح وهو من من شأنه أن يتيح هوامش إضافية لتخصيصها لمواجهة التطورات الظرفيه الحاليه وما وما تفرضه من اعاده لترتيب الاولويات على مستوى النفقات وهو ما تم القيام به في عمليه اوليه همت مرسوما مرتبطا بفتح اعتمادات تقدر بعشرات الملايير تاع الدرهم اربعه وجهت للمكتب الوطني للكهرباء والماء للحفاظ على تسعيرة الكهرباء في نفس المستوى وبالتالي فإن لا الخمسة المليار تاع السنة الماضية ولا أربعة المليار تاع هذه السنة وما سيأتي لاحقا في السنوات المقبلة هو دعم مباشر لتسعيرة الكهرباء لمختلف الأسر المغربية تمر بطبيعة الحال عن الموزع الأول لهذه المادة اللي هو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الوقت الذي ارتفعت في هذه التسعيره في مختلف الدول الاوروبيه والتي تسجلت فيها ارتفاعات تراوحت بين 282% و152% في اسبانيا وهذه الامور كما قلت والتي تطلبت تدخلا ب 9 المليار اي ما يقارب 1% من الناتج الداخلي الخام للحد من الارتفاعات الخاصه بالكهرباء لم يكن ممكنا لولا صلابه الماليه العموميه ولولا توفير هذه الهوامش التي مكنتنا من مواجهه هذه الامور 1.5 المليار تاع الدرهم لتغطيه النفقات الاوليه الاضافيه الخاصه بالبرنامج الوطني نتاع المياه الصالحه للشرب والتي اصدر صاحب الجلاله نصره الله توجيهاته الساميه في هذا الاطار لانهاء كل العمليات المرتبطه سواء بالتحويل بين الاحواض او انجاز المحطات نتاع التحليه في حدود سنه 2027 لن ادخل في ما تم توقعه خلال اكثر من عقد وما تم انجازه اليوم، الواقع يفرض علينا اليوم ان نتعامل مع ماده حيويه تعرف اضطرابا في تحضيرها لمختلف الاسر، والتي تستدعي توفير هوامش ماليه، خصصنا مليار ونصف ملي... درهم اضافيه لهذا الامر. فيما يخص قطاع السياحه انتم على علم بان الامكانات المتوفره لبلادنا في هذا المجال تفرض علينا جميعا للمحافظه على الديناميه التي جاءت بعد محطه كوفيد واستثمار كل الحوافز وكل الظروف الملائمه لتسريع هذه الديناميه وترسيخها اجراءات اضافيه مرتبطه بتوفير الخطوط الجوية لنقل مختلف السياح من مختلف مناطق العالم كل هذا تم أجراءته في اتفاقية مشتركة مع مختلف الفاعلين تطلبت تخصيص مليار فصل الزوج درهم لتنزيل هذه الخارطة الطريق وما وكما تعلمون فبتعليمات ملكية سامية وحتى يتم الحفاظ على منتوجنا الفلاحي وتوفير مختلف المنتوجات الفلاحية الأساسية منها أيضا خاصة بأسعار محترمة وفي متناول الأسر المغربية وبفضل هذه التعليمات الملكية فسيتم تخصيص عشرات المليار تاع الدرهم خلال هذه السنة وخلال ما تبقى من هذه السنة في مجموعة من الإجراءات تهم أولاً توفير الأعلاف الضرورية للحفاظ على ماشيتنا وللحفاظ على نشاطي أو النشاط الرعوي لمختلف الفلاحين المتدخلين في هذا المجال خاصة الصغار منهم. ثم اللحوم البيضاء وأنتم تعرفون الارتفاعات التي سجلت في مختلف المدخلات والتي انعكست سلبا على أثمانها وبالتالي الا بغينا نحافظوا على المستويات نتاع الاثمان لدى المستهلك لابد اننا نجرءوا هذه التصورات في مجموعه من الاجراءات تهم المدخلات وتهم ما يستعمله مربو المشياء ومربو الدجاج ايضا. ثم فيما يخص المنتوجات الفلاحيه وكما قلت الاساسيه للاسر المغربيه. فبدون تدخل في المدخلات الاساسيه المرتبطة لا بيعني بي البذور ولا بالأسمدة المستوردة ولا بالمواد الكيميائية المستعملة علينا أن نتدخل للحفاظ على هذه أثمان هذه المدخلات أولا في متناول في الفلاحين حتى يحافظوا على نشاطهم ولكن الأهم من هذا هو أننا نحافظ على الثمن نتاع هذه المنتوجات في مستقبل الوقت في اثمان او في مستويات تليق وفي في مستوى القدره الشرائيه لمختلف الاسر المغربيه وهذا البرنامج يعني لابد اننا نخصلو اكثر من 10 المليار تاع الدرهم 3.3 المليار تاع الدرهم كانت هي الموضوع نتاع المرسوم الذي تشرفت بتقديمه للجنتي الماليه في البرلمان وال 6.7 ان شاء الله غادي تجي في المستقبل لما نعمل جميعا على توفير هوامش هوامش ماليه تمكننا من مواجهه هذه الظرفيه الصعبه زادت صعوبتها كما تعلمون بتوالي سنوات الجفاف وبالتالي ف مختلف يعني الاتفاقات المرتبطة بالأجراء أنت هذه العمليات والتي تهم مختلف الفئات المهنية للقطاع الفلاحي ستعرف خروجها لأرض الواقع في الأيام المقبلة كان لابد وعلينا أيضا في المستقبل أن نوفر الاعتمادات الضرورية لهذا المجال سيدات السادة المستشارين إن ما تم تحقيقه لحد الآن يعد تكريسا واضحا معترفا به دوليا لسيادتنا الماليه وتعزيزا للثقه لدى مختلف الشركاء في ماليتنا العموميه وفي صلابتها كما قلت رغم الظروف الصعبه والسياق الدولي الاستثنائي الذي يمر منه العالم، ولا اليوم لا يشكل غايه في حد ذاته. لاننا لان الهدف هو ان نستثمر كل هذه الهوامش في مواجهه ظروف صعبه واستثنائيه ولكن ايضا ان نحافظ على هذه الوتيره وهذه الديناميه وعلى هذه الديمومه لضمان اسس متينه لاستدامه مسارنا الاصلاحي والتنموي الذي يقوده جلاله الملك نصره الله في مواجهه التحديات الداخليه والخارجيه لا سيما تلك التي صار يفرضها السياق الدولي على كل دول العالم ان هذا المسار الاصلاحي القائم على التكامل بين الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه والتوفيق الواقعي بين الطموحات والامكانيات ويضمن استدامته بطبيعه الحال التدبير الامثل لماليتنا العموميه هو الذي سيمكننا من ضمان نجاح الانتقال ببلادنا بشكل متدرج من نموذج تقادم واستنفذ كل مقومات نجاحه الى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد يتلائم ومتطلبات اللحظه التاريخيه التي تعيشها بلادنا والعالم ويستجيب لانتظار المغاربه ويضمن الحق لأجيال الغد في مستقبل افضل وحتى نخصص الجزء الذي يليق بالاجراءات الاجتماعيه والاستجابه لمختلف انتظارات الطبقه العامله سواء كانت في القطاع الخاص او القطاع العام لا يبد ان نسجل بانه في اطار في هذا الاطار الصعب والاستثنائي اللي كما قلت اليوم هو واضح ويعيشه العالم خرجنا من ازمه كوفيد دامت لاكثر من سنتين دخلنا في امور مضطربه واجهنا اشكاليات التضخم ونواجهها حاليا وسيواجهها العالم مستقبلا في هذا الاطار كان لابد التحلي بالشجاعة الكافية وبالمسؤولية التامة لفتح حوار اجتماعي مع مختلف النقابات ليتوج أولا بمأسسة هذا الحوار الاجتماعي والذي يجري اليوم مرة كل ستة أشهر نقف من خلاله أولا على التطورات التي تعرفها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا ولكن ايضا للبث واستعمال الهوامش الماليه للاستجابه بشكل تدريجي لمختلف متطلبات الطبقه العامله وفي هذا الاطار لابد أن نذكر بان المقاربه التي تم اعتمادها اولا هي ان الاصلاح القطاعي لكل قطاع معالجه متطلبات الاجتماعيه والخاصه بموارده البشريه تتم بشكل كامل ومتكامل في تصور كامل واستراتيجي للنهوض بالقطاع وهكذا تم معالجة الإشكاليات المرتبطة بقطاع أو بموظفي قطاع الصحة والتعليم وبعد ذلك التعليم العالي ومعالجة الإشكالات أيضا الأفقية المرتبطة بالترقي وست ورفع الحساس أعتقد بأن بغض النظر عن المبلغ اللي غادي هذا الحوار الاجتماعي في متمه سنة 24 وهنا اللي الاختلاف في تقديم الأرقام اللي هو 14 مليار انت الدرهم يفوق أولا المبلغ الذي خصص لعلى الأقل ثلاث حوارات اجتماعية في ثلاث ولايات حكوميه سابقه، واعتقد بان التزام الحكومه وفي مقدمتها السيد رئيس الحكومه امام النقابات في اللقاء الاخير بمواصله الحوار بشكل مسؤول نتقاسم فيه المعطيات ونستعمل فيه الهوامش ايضا، لانه في نهايه المطاف الاجراءات التي تهم دخل الموظفين اجراءات تعمل في نهايه المطاف على الرفع من ظروف المعيشه لفئة نعتز جميعا بمشاركتها في هذه العمليه التنمويه التي تحدثت عنها منذ البدايه وتهم ايضا فئه عريضه او فئه مجتمعيه نعتقد باننا كلنا مجمعين على انها كانت دائما في الصفوف الاولى لمواجهه هذه الاشكالات والازمات التي عاشتها بلادنا وعاشها العالم وفي مقدمتها جائحه كوفيد، وبالتالي فالنقاش اليوم ليس على احقية او عدم احقية او مشروعية او عدم مشروعية بل النقاش والاطار الذي تواجه النقاش المؤسسات بين الحكومه ورئيسها والنقابات هو ان نلتقي باستمرار مره كل سته اشهر الموعد القادم ان شاء الله غادي يكون قبل اعداد مشروع قانون الماليه لسنه 2024 وكما قلت اللي هو فرصه لعرض كل المعطيات المرتبطه بالاطار الذي نؤسس فيه لهذا المشروع المقبل ان شاء الله تاع السنه المقبله مع الالتزام باستعمال كل الهوامش المتاحه للرفع من القدره الشرائيه لهذه الشريحه شكرا على حسن انتباهكم والسلام عليكم